هل الوضع العاطفي جيد لمواليد الدلو بشهر تشرين الأول أكتوبر 2024؟ عزيزي بتتعرض لضغوط كوكب فينوس بالعقرب بين 1 و17، يمكن تنسحب من علاقة أو تضطر لقبول بعض الشروط يلي بيفرضها الطرف الآخر، زوج كان أم شريك عاطفي أم حبيب. تنزعج من بعض التصرفات وبتعيد النظر ببعض الالتزامات، بس الفلك بيطلب منك التروي لتاريخ 18، بعدين بتستقيم الأمور وبيرتاح البال أكثر وبيسود التفاهم. ما تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي المظلمة، بل فوض هالغبار عنك وحاول تتقرب بأشخاص بتعتبرهم الأمل بحد ذاته ووجودهم بطمنك. يمكن تحب وتكره بهالشهر، بعدين تلاقي نفسك قادر على تجاوز المحن الصغيرة، وبعد الدوران حول نقطة وحدة تطلع من الارتباك وبتحقق مشروع أو بتتوصل لاتفاق عاطفي جيد، وربما بتسافر بالأيام العشرة الأخيرة من الشهر مع الحبيب أو تلتقي فيه خارج دائرتك الاعتيادية. بفاجئك الحبيب بقرارات يمكن اتخذها وما بتناسبك بالنص الأول من الشهر، أو بيحدث شيء بيربكك فبتسكت عن بعض التصرفات أو بتضطر إنك تخفي حقيقة حفاظاً على علاقتك وعلى سمعتك. بتخضع لابتزاز عاطفي ربما، أو لما يشبه التهديد، وبترفض إنه تتعامل مع الآخر على أساس مهلة بيعطيك إياها ولاتخاذ أي قرار. بعدين بتلاقي نفسك أكثر ارتياح بالأجواء وتفاهم بعد تاريخ 18. حاول ما تتسرع بالقرار قبل هالشي. بدك النصيحة؟ انطر لأواخر الشهر حتى تفتح حوار هادئ وعميق وتتوصل إلى القرار النهائي أو إلى الحسم. بعض مواليد الدلو الوحيدين بيوقعوا بالغرام على أثر لقاء غير متوقع يمكن يقلب حياتهم رأساً على عقب.